متابعي اليوم 24، مرحبا بكم معنا في هذا البث المباشر مباشره من تطوان. في هذه اللحظات ادارات الجمارك تحرق 7 ديال الاطنان ديال المخدرات و5 كيلو ديال الكوكايين اضافه الى محجوزات اخرى من الشيشه ومواد اخرى. اذا مرحبا بكل المتابعين الاوفياء هنا بمدينه تطوان في هذا البث المباشر. كما قلت ادارات الجمارك تطوان كتقوم بعمليه احراق ولعتكم بعد قليل 7 ديال الاطنان ديال المخدرات ومواد اخرى مثل السوليسيون وطابه و5 ديال الكيلو ديال الكوكايين اللي تم الحجز ديالها. اذا مباشره من تطوان مرحبا بكل المتابعين الاوفياء داخل الوطن وخارج الوطن كما كتابعوا معنا في هذا البث المباشر. يعني حضور امني كاين العناصر ديال الامن الوطني الدرك الملكي طبعا اداره الجمارك اللي كتشرف عليها هذه العمليه اضافه لممثل النيابه العامه وممثل الوقايه المدنيه والدرك الملكي. اذا مباشره من تطوان حرق 7 ديال الاطنان ديال المخدرات شيرة اضافه الى 5 كيلو من الكوكايين. اذا متابعي اليوم 24 تابعوا معنا عمليه كيفاش كتتم اللي كتشرف عليها السلطات المختصه في هذه اللحظات. اذا الشاحنه الاولى من الحجم الكبير والشاحنه الثانيه كذلك لفرغت الحموله ديالها كما كتابعوا معنا في هذا البث المباشر. اذا 7 ديال الاطنان ديال المخدرات اضافه الى 5 كيلو من الكوكايين ومواد اخرى مثل نرجيله ديال الشيشه كما كتابعوا معنا تم الاتلاف ديالهم هنا متتبعين اضافه الى ماده السيليسيون كذلك. اذا مرحبا بكل المتابعين الاوفياء لاحظوا تابعوا معنا العمليه كيفاش كتتم هنا عناصر الجمارك والامن الوطني والدرك الملكي والوقايه المدنيه والسلطات المحليه كذلك اللي كتشرف على هذه العمليه والمراقبه ديال حرق هذه 7 ديال الاطنان ديال المخدرات اضافه الى 5 كيلو من الكوكايين. اذا من تطوان كالعاده وللتذكير سبقنا حضرنا عمليه مماثله اخرى اللي كانت فيها 32 طن ديال المخدرات في الاشهر الماضيه متتبعينا. اذا من هنا من تطوان تابعوا معنا هذه العمليه ديال الحرق كما قلت 7 ديال الاطنان فيما فيها المخدرات فيها الطابه فيها سيليسيون فيها النرجيله ديال الشيشه اضافه الى 5 كيلو من الكوكايين. طبعا ملي كنهضروا على 5 كيلو ديال الكوكايين كنهضروا على قيمه ماليه كبيره ومهمه، ولكن طبعا العمليه كما قلت اللي تشرف عليها عناصر جميع المكونات ديالها السلطات الامنيه اللي حاضره هنا الدرك الملكي اداره الجمارك السلطات المحليه وممثلها النيابه العامه. تابعوا معنا متابعين اليوم 24 بعد لحظات عمليه ديال الاحراق هاد 7 ديال الاطنان كما كتابعوا معنا في هذا البث المباشر هنا بمدينه تطوان الحمر البيضاء. وهذه ليست المره الاولى او العاشره اللي كتقوم بها السلطات المختصه من حرق هاد المحجوزات ديال المخدرات سواء التي تم ضبطها في الشواطئ او في الطرق بالنسبه للسدود القضائيه سواء على مستوى الامن الوطني او الدرك الملكي. اذا مباشره من تطوان متابعي اليوم 24 احراق 7 ديال الاطنان من المخدرات اضافه الى 5 كيلو من الكوكايين. تابعوا معنا العمليه كيفاش كتتم اللي كتشرف عليها عمليه هذه العمليه مجموعه ديال السلطات طبعا المختصه الامن الوطني الدرك الملكي اداره الجمارك اللي هي الاميره في صرف هذا الموضوع اضافه لممثل النيابه العامه وممثل السلطات المحليه. تلاحظوا معنا كيفاش كتتم هذه العمليه بعد قليل يتم اشعال النار في هذا المحجوز اللي تيتقدر كما قلت 7 طن من المخدرات و5 كيلو من الكوكايين اضافه الى محجوزات اخرى مثل السوليسيون والنرجيلات ديال الشيشه اللي كتعد بالمئات. اذا عمليه ديال سب البنزين كما تابعوا معنا متابعي اليوم 24 في هذه اللحظات وحنا معكم في هذا البث المباشر هنا في مدينه تطوان. يعني حرق حوالي يعني بالضبط 7 ديال الاطنان 7 ديال الاطنان ديال المخدرات اضافه الى 5 كيلو من الكوكايين. طبعا تابعوا معنا العمليه كيفاش كتتم بحضور عناصر الجمارك والامن الوطني طبعا السلطات المحليه اللي كتتابع هذه العمليه عن كثب. اذا مباشره من تطوان متابعين اليوم 24 لاحظوا كيفاش كتتم هذه العمليه اللي يتم حرق كما قلت 7 اطنان من المخدرات اضافه الى 5 كيلو من الكوكايين. إذا السيد تامين متابعينا اللي قامت به السلطات المختصة في هذه المحجوزات اللي كما قلت 5 طن ديال المخدرات 7 طن عفوا ديال المخدرات إضافة إلى 5 كيلو من الكوكايين. إذن العملية مستمرة متابعينا لتهي حرق هاد 7 ديال الأطنان من المخدرات إضافة إلى 5 كيلو من
الكوكايين إضافة إلى الطابة وشراء عدد كبير ديال المحجوزات اللي حجزتها السلطات المختصة. طبعا إدارة الجمارك ديال تطوان متتبعة اليوم 24 كتساعد لإحراق هذه العملية. تابعوا معنا كيفاش كتتم هذه العملية. إذن من تطوان المتسبعين اليوم 24 حوالي يعني سبعة ديال الأطنان ماشي حوالي سبعة ديال الأطنان ديال المخدرات إضافة إلى 5 كيلو من الكوكايين يتم حرقها الآن إضافة إلى الطابة ومجموعة من المواد. إذن متسبعين اليوم 24 مازال معنا في هذا البث المباشر في المراقبة طبعا اللاصقة اللي كتقوم بها إدارة الجمارك لضبط هذه الأمور لحرق هذه السبعة ديال الأطنان من المخدرات إضافة إلى 5 كيلو من الكوكايين والطابة 5 كيلو. إذن كما كتتابعوا معنا متسبعين اليوم 24 شوف ذاك الكارطون حلا حلا ديك الكوكايين عبد السلام بينا كرتونة هذيك حلها الكرتونة 5 كيلو ديال الكوكايين المتسبعين اللي يتم حرقها الان. كوكايين حطها تما حطها اوكي. اذا 5 ديال الكيلو ديال الكوكايين كما كتابعوا معنا متابعين اليوم 24 يتم احراقها رفقة 7 ديال الاطنان من المخدرات اضافة الى الطابة والاقراص الملوثة ومجموعة ديال المحجوزات اخرى من السيلوسيون والطابة. إذن في استعداد حرق هاد المحجوزات متسبعين اليوم 24 7 ديال الأطنان من المخدرات 5 كيلو من الكوكايين إضافة إلى الطابة إضافة إلى النرجيلة ديال الشيشة ومجموعة ديال المحجوزات أخرى. إذن مازال مستمرين معكم متسبعين اليوم 24 في العملية ديال إحراق 7 أطنان من المخدرات إضافة إلى 5 كيلو من الكوكايين ومجموعة من الشحنات ديال الهيروين السيلوسيون إضافة إلى النرجيلة ديال الشيشة والطابة كذلك. إذن تابعوا العملية ديال استعدادات ديال الحرق هاد 7 ديال الأطنان ديال المخدرات و5 كيلو من الكوكايين بسبب يعني البنزين على كل الحمولات من أجل إدرام النار في هاد العملية من أجل إحراقها بالكامل. طبعا هاد العملية اللي كتشرف عليها السلطات المختصة كما قلت إدارة الجمارك والأمن الوطني الدرك الملكي الوقاية المدنية الموتي النيابة العامة وعناصر الوقاية المدنية. لاحظوا العمليه ديال الاستعداد لحرق هذه المحجوزات 7 ديال الاطنان من المخدرات اضافه الى 5 كيلو من الكوكايين سيليسيون اقراص المهلوسه. اذا لاحظوا معنا متسبعين في انتظار اضرام النار قبل بعد قليل عفوا بعد قليل يتم إدرام النار في هذا المحجوز اللي يتم حرقه 7 ديال الأطنان من المخدرات إضافة إلى 5 كيلو من الكوكايين. إذن في هذه الأثناء استعدادات لإضراب دراما النار متسبعين. لاحظوا تابعوا معنا العملية كيفاش كتم لاحظوا العملية كيفاش كتم ديال إضراب النار. لاحظوا معنا كيفاش كتم العملية ديال إضراب النار اللي يتم حرقها 7 ديال الأطنان طبعا عندك حيد. إذن متسبعين اليوم 24 في هذه اللحظات إضراب النار في المحجوز ديال 7 ديال الأطنان من المخدرات إضافة إلى 5 كيلو من الهيروين ومحجوزات أخرى مثل الطابة سيليسيون نرجيلة ديال الشيشة ومواد أخرى.
غادي يسول. إذن كما قلت متسابقين يوم 24 ألسنة نيران الآن ارتفاع درجة الحرارة مهملة طبعا كنعتذر متسابقين غادي نحاول نغادر المكان مسافة بعيدة لأن ألسنة نيران عطات واحد الصهد واحد الحرارة مفرطة. إذن كما كتبوا معنا متسابقين يوم 24 إحراق 7 ديال الأطنان من المخدرات إضافة إلى 5 كيلو من الكوكايين وإضافة إلى مواد أخرى محجوزة مثل السيليسيون الطابة الكيف والنرجيلة ديال الشيشة. لاحظوا ألسنة الدخان المتسابقين، لاحظوا ألسنة الدخان ديال إحراق هاد المخدرات هنا بمدينة تطوان الحمامة البيضاء. لاحظوا لأن مازالت العملية مستمرة متسابقة اليوم 24 إحراق 7 أطنان من المخدرات. للتذكير هذه ليست العملية الأولى، الشهور الماضية كانت 32 طن من المخدرات اللي تم إحراقها في نفس المكان هنا بمدينة تطوان الحمامة البيضاء. إذن متسابقين اليوم 24 مازال معكم في هذا البث المباشر في هذه العملية لإحراق 7 أطنان من المخدرات هنا بمدينة تطوان. 7 أطنان المخدرات إضافة إلى 5 كيلو من الكوكايين. غادي نعطيكم أرقام أخرى بالتفاصيل متسابقين في هذه اللحظات. إذا كاين 5 طن ديال المخدرات، 7 طن عفوا ديال المخدرات، 5 كيلو من الكوكايين إضافة إلى الطابة والسيليسيون والشيرة ومحجوزات أخرى نرجيلة إضافة إلى مواد أخرى اللي تم الحرق ديالها. إذا مباشرة من تطوان متابعين اليوم 24 كتبوا معنا هذه العملية ديال حرق 7 ديال الأطنان بحضور طبعا إدارة الجمارك عناصر الدرك الملكي الأمن الوطني الوقاية المدنية المتنية العامة والسلطات المحلية اللي تشرف على هذه العملية بمحضر قانوني حرق 7 ديال الأطنان. طبعا هاد المحجوزات اللي تتم حجزها سواء في الطريق من طرف السد القضائي ديال الدرك الملكي او الامن الوطني او من طرف البحريه الملكيه الدرك الملكي البحري اللي تتم حجز هاد المخدرات. إذن عملية الحرق مازالت مستمرة بحضور السلطات المختصة إدارة الجمارك الأمن الوطني الدرك الملكي المتنية بالعامة طبعا السلطات المختصة اللي كتشرف على هذه العملية ديال الحرق هاد المحجوزات اللي كما قلت 7 ديال الطن 7 ديال الأطنان من المخدرات 7 طن من المخدرات و5 كيلو من الكوكايين إضافة إلى طابة وسيليسيون ونرجيلة ومعدات أخرى وأقراص مهلوسة.
إذن متابعينا ما زالت العملية مستمرة كما قلت بحضور ممثلين السلطات المختصة، إدارة الجمارك، الأمن الوطني، إدارة الملكية، البقية المدنية، الممثلين النيابة العامة، اللجنة المختلطة طبعا المكونة من العناصر سلكة الذكر للمراقبة والتأكد من نهاية العملية ديال الحرق 7 طن من المخدرات إضافة إلى 5 كيلو من الكوكايين ومواد أخرى مثل الطابة، الكيف، سيليسيون، أقراص المهلوسة. طبعا تحت حراسة أمنية مشددة متابعينا بحضور عناصر الشرطة القضائية والأمن الوطني، طبعا الدرك الملكي، سلطات اللي كتراقب على الكتاب هذه العملية ديال الحرق، وما كيغادروا المكان حتى يتأكدوا أن كل المحجوزات أنها تحرقت تم إتلاف ديالها عن آخرها. إذن متابعينا مازالت أنسلة نيران كما كتلاحظوا معنا مع الرياح القوية كتعرفها مدينة تطوان في هاد اللحظات، عملية الحرق مازالت مستمرة. العملية مازالت مستمرة متابعينا يوم 24، حرق 7 طن من المخدرات، 5 كيلو من الكوكايين إضافة إلى مواد محجوزة أخرى مثل السيليسيون، قراص المهلوسة، الطابة، الكيف والنرجيلة. العملية مازالت مستمرة متابعينا يوم 24، هنا معكم في هذا البث المباشر. هنا لاحظوا حرق 7 طن من المخدرات، 5 كيلو من الكوكايين إضافة إلى شحنة من الهيروين، قراص المهلوسة وسيليسيون ومواد أخرى متابعينا. إذن العملية مازالت مستمرة ومراقبة طبعا مستمرة كذلك ديال السلطات المختصة في هاد اللحظات. يعني انتم كتتابعوا معنا حرق 7 ديال الأطنان من المخدرات اللي تم حجزها في مختلف المناطق سواء السد القضائي الأمني أو الدرك الملكي كذلك، وحجز النرجيلة طبعا في إطار الحملات اللي كتقوم بها السلطات الأمنية سواء بمارتيل أو تطوان أو مدن أخرى اللي تتم حجز هاد المواد على إطارها.